صباح الخير عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي قناة شتوي. ان شاء الله هذا الفيديو يسيبكم في احسن الاحوال وتمام الصحة. وصفتنا لليوم كما تشوفوا حنديروا اللوبيا، حنديروا لوبيا بالمرقاز الحال بارد هذا وقتها، ان شاء الله تعجبكم. نتمنى كل واحد دخل شاف قناتي وعجبته يدير الاشتراك ويدق على الجرس باش يوصلوا كل جديد، وشكرا كل واحد شاف الفيديو. كالتالي عندي لوبيا شمختها الى كامله، عندي شويه مرقاز، عندي بصله كبيره، عندي طوماطيش قشرتها وحيتها، عندي كومات كونسونطري حوالي مغرب كبيره، عندي شويه راس الحانوت حار، عندي كمون، عندي سنينات ثوم حوالي نص راس سبع سنينات، عندي العكري، عندي ملح الكحل والزيت. اول حاجه نروحو نغليو اللوبيا تاعنا. حطيت اللوبيا تاعي في الماء بارد، نطيبوها بالديبا بالماء بارد كوكوطا، نزيدها بسوري قطرنت، نخليها تهز الغلية ونحيلها الرغوة بعد نغلق عليها الكوكوطا. بدات تخرج الرغوة، نفت الرغوة كاملة باش ما تضرناش اللوبيا. دركا نلم الرغوة كاملة نحيها، نغلق الكوكوطا وخليها تطيب. نوجدو لاصوص تاعنا، اللوبيا تاعي تاع طيب. دوك ندير لاصوص، نحط المرقاز تاعي، المقلة ما فيها زيت ما والو، غادي المرقاز فيه ليدام، نتقبو شوية هكا، باش يخرج ليدام تاعو كامل. دركا نقص شوية ليدام، إذا شفنا ليدام زايد نقصو شوية. دركا نزيدو البصل، نخليو البصل تاعنا يتقلى معاه. البصل تقلى مليح، دركا نزيدو لو الثوم، دركا نحطو طوماط كونسونطري تتقلى مليح مع راس الحانوت والكمون والعكري والملح وفلفل الكحل. ونزيدو طوماط ملحية، خليها تتقلى شوية. نزيدو نص كاس ماء، نخليوها تميجو حتى 5 دقائق. كي طيبنا اللوبيا نرجعوها للوبيا. طابت اللوبيا تاعي، طابت زبدة. دوكا نفرغ لها خليط المرقاز و لاصوص اللي درتها.
حطينا الصوص كامله والمرقاز. نزيدو قرط فلحار، نخليوها تغلى 5 دقائق وندوق الملح، نصحو الذوق. كل بيت على وجدات هي غلات لنا، كنزيدو نرشو لها شويه كمون على الاخر هكذا. نطفيو عليها، راهي وجدتنا اللوبيا، نحطوها في طبق التقديم. راهي وجدت اللوبيا تاعنا، جات هايله، جات مريقه ملبيه، جات كريميه رائعه جدا، بنتها ولا اروع. قدمتها مع الكسيره، شاهدتكم في الجنه. واش حنقولكم، يدخل جديد لنا ابوني دون لايك وبارطاج. ابقاو على خير، سلام.